تعددت الأساليب والحيل التي يلجأ إليها سائق المركبات للإفلات من قبضة الرادار، على غرار استعمال أجهزة إلكترونية للتشويش أو طلاء لوحات الترقيم بألوان عاكسة، أو حتى القيام ببعض الحركات والإشارات لإخطار السائقين في الجهة المعاكسة بوجود الحاجز الأمني، سيما التنبيه باستعمال سلسلة من الإشارات الضوئية. دائما كيكون الرادار الناس بدأ طراب لي، أنا واحد منهم نكذب عليك شاف. ظاهرة تاع الرابلاج هذه دائما كاينة، وين يكون النقطة تاع الرادار يكون الرابلاج. منشورات مشفرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي هي آخر الأساليب التي أصبح يلجأ إليها السائقون للتبليغ عن مكان تواجد جهاز الرادار. كاينوك على فيس أو تالي زانونس جدد هذو فيسبوك. شغل يقول لك ديركت بلي كاين رادار تاع باش انت ما تعياش كاع في الطريق. كالشرات هذوك تاع فيسبوك هذوك تاع 80 في الياشير 120 يحطوهم باش الناس دير حسابها على الرادار، شرات هكذا في فيسبوك. يقولوا بلي تشينا زعما 80,000 هو في رافات تلقاه رادار 80 فوق 80 روتري. ظاهرة التبليغ عن وجود الرادار ظاهرة سلبية قد ينجر عنها تداعيات خطيرة تهدد أمن الفرد والمجتمع. هذه الظاهرة في الحقيقة يعني عندها جوانب سلبية كثيرة، لأنها ما تخدمش السلامة المرورية، كذلك تشكل صعوبات في ممارسة المهام بالنسبة لمصالحنا ومعاينة المخالفات، خاصة المتعلقة بالتهور في السياقة وتجاوز السرعات المحددة، وهي من أهم الأسباب المتعلقة بحوادث المرور. كذلك هذه الظاهرة عندها أبعاد أخطر، وهي الأبعاد المتعلقة بأنه هذه التنبيهات قد ربما تتسبب في تسهيل هروب مرتكبي الجنح والمخالفات والمجرمين يعني من نقاط التفتيش. وباختلاف سبل الإفلات من عقوبات مخالفة قانون المرور، يبقى الرادار الجهاز الوحيد الذي يكبح جماح السائقين المتهورين بسرعتهم القاتلة.